رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه له دائما في أقواله وفي صفاته وفي أفعاله، دائما لنا من ناحية دائما نتأثر به. ومن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال تهادوا وتحابوا، من هذا المنطلق انطلقت فقرتنا لهذا اليوم عن الهدية، ليحبب رسول الرحمة إلينا الهدية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معي على الهواء مباشرة الدكتور زهير خشيم، وهو الاستشاري في العلاقات الأسرية والاجتماعية. دكتور زهير يسعد مساك بكل خير. شكرا جزيلا. شكرا، الله يبارك فيك. شكراً. دكتور زهير، الزميلة منى وأحمد قالوا يعني في منهم، منى قالت الهدية جت لها آخر يعني الشهر اللي طاف، وأحمد قال الأسبوع اللي طاف. السؤال الأبرز، لماذا يتهادى الناس؟ خلينا نعرف الهدية في البداية. الهدية عبارة عن إيش؟ هي رمز. رمز لإيش؟ رمز لتوفيق العلاقة. هي رمز لتقوية العلاقة. الواحد لما بيهدي واحد، هنا في عندنا إيش؟ في واحد يرسله، في واحد مستقبل. اللي بيرسل ايش بيقول له؟ يقول له انا اكل لك محبه، انا اكل لك كل حب. بيقوي العلاقه هنا ما بيناتهم، فهي رمز للمحبه، تقويه المحبه. طيب اكيد انه لها تاثير في العلاقات الاجتماعيه بشكل عام، في الفرد والمجتمع. احنا نبغى نتكلم اكثر شيء عن الزوجين، اكيد انها تاثر هذا الموضوع ولا لا؟ بتاثر اكيد. هو ايش بيقول لها؟ بيقول لها انا مهتم فيكي، انا ممنون لك، انا مشكور منك. وما هداها من فراغ، اكيد هو مبسوط منها ومرتاح منها، او بيشجعها الى احسن. يعني مثلا زي انا لما اهدي ابني جاب نتائج كويسة في الشهادة فبهديله، إيش بقوله؟ أنا ممنون منك، أنا متشكر منك، إلى الأمام استمر، هذه هدية. أنا أعطته هي حافز لتوطيد العلاقة، أو حافز للي هو بيسويه. الهدية ممكن تكون مثلا واحد أكل أكلة جميلة، تغدى غدوة حلوة، وبيقول لزوجته بعد ما خلص يسلم يدينك، هذه هدية. انتبه، هو إيش بيقول لها؟ الرمزة إيش بيقول لها؟ أحسنتي، للأمام استمري. الهدية ممكن تكون بكلام برضو. انت لما بتقولي شكرا لأي واحد عمل لك عمل عمل لك حاجة، بتقولي له شكرا، هذه هدية، انت بتستاهل الشكر. انا ممنونة لك. تخيل انت، واحنا اكيد انت مريتي على الحكاية هذه وانت ماشية في محطة البنزين ودفعتي فلوس واشتريتي بنزين، العامل في المحطة بيعطيكي منديل كلينكس، علبة كلينكس، ايش بيقول لك بالمناديل هذه؟ شكرا على زيارتكم، ان شاء الله تجونا مره ثانيه. بالتاكيد، بالضبط، لانه مش كل محطه بتاعتي، محطات معينه، فهو بيقول لك شكرا تعالوا. انت لما بتفكري ثاني مره تروح تعبي بنزين، تروح تعبي من فين؟ عند اللي جاب لي المنديل. بالضبط، شايفه اثر الهديه كيف؟ بالطريقه هذه. كمان في انواع الهديه كان ننظر لها، مثلا لما تروح تشتري حاجه يقول لك مثلا 99 199 ويرجع لك، يتعمد انه يرجع لك القرش الباقي. صحيح انت اخذتي حاجه، بس هو ايش؟ دفعتي فلوس فبيرجع لك القرش هذا، ويتعمد يرجعه عشان تيجي مره ثانيه. اعطاكي حاجه رغم ان اعطاكي اللي اشتريتيه، وبرضه اعطاكي حاجه كمان ماديه، هي قرش بس ماديه لو نظرتي لها. طيب دكتور، هل ممكن انه تتشابه الهدايا ما بين الافراد المجتمع، ما بين الزوج وزوجته، الاصدقاء، الاخوه، وما تاثيرها اكثر على الفرد؟ لا، ما اعتقد انها يعني فكره جيده انها تتشابه الهدايا. انا مثلا اهديت زوجتي عقد سلسله، لكن اهدي اخوي ايش؟ اهدي له ساعه، اهدي له كمبيوتر. فتختلف هنا من واحد لواحد. بعدين الذكاء في الهدية، أنا بأنظر إيش احتياجاته هو اللي أمامي، إيش احتياجاته. في مناسبة أخويا جاله مولود، إيش ممكن أهديه هدية لمولوده هذا؟ أهدي له سرير، أهدي له مشاية للطفل هذا، تختلف. بنتي نجحت في المدرسة، ممكن أسوي لها ساعة. ولدي لا، حاطي له كمبيوتر. تختلف حسب الحاجة. هنا النظرة تكون جيدة جدا حسب الحاجة. طيب دكتور، دائما احنا نسمع يمكن هالموضوع كثير، انه لما الرجل او الزوج يجيب هدية لزوجته تقول له ها في ورا الموضوع شيء، ولا لما الزوجة تجيب لزوجها شيء يقولها تبغى تروحين السوق ولا تبغين شيء معين، يعني هالموضوع هذا صحيح؟ صحيح، احنا تعبنا معكم، محتارين معكم، ما نعرفين ايش نسوي. اذا هدينا قال في وراء حاجة، اذا ما هدينا قالوا ايش؟ ما هو مهتم ولا بيهدي. لا طبعا، بالتأكيد لا. بالتأكيد لا، يمكن هو بيعبر له، هو الهدية هنا قلنا إيش؟ هي تقوية. أكيد إن النظرية هذه لها شيء بالأساس خلانا نحن نقول كذا. كم ممكن تقول كمصالحة، بيصالحها، كان وعدها يخرجها، كان وعد يخرجوا، هنا حصلت ظروف، حصلت كذا، أتأخر عنها في كذا في كذا في حاجات زي كذا، فبيقدم لها الهدية هذه كمصالحة. الهدية ممكن تشتغل كمصالحة كويس.
ناس كتير لما واحد بيقد يكون مزعلين مع بعض في فترة كده مثلا ركود بيناتهم فبيقدموا له يديله هدية ايش بتعمل عملية تصالح مع النفس ومع الآخر صح. فهي تصالح صح. ممكن تجي كمان أما أنه حكاية أنه وراه حاجة وراه مصيبة ما أعتقد طيب دكتور هل هناك هدية إلزامية وهدية خاصة يعني شوفي خلينا ناخذ مع الهدية معناها من القلب إذا هدية ما هي من القلب ما في حاجة إلزامية إذا عنده الإمكانيات وحابب اللي معاه وحابب اللي عايش معاه وحابب فبيتهدي واحد عمل لي جميلة ساعدني في حاجة فأنا من قلبي لازم إيش لقيت عنده مناسبة حلوة فروحها تعطيه هدية أعطيه له هدية أقدم له هدية فما لها ما أعتقد لها طيب والمناسبات لما يكون في مناسبات خاصة إنه من هنا مثلا يعني واحدة هو يعتمد على العلاقة إيش بيني وبين الآخر هذا أنا ما بهدي أي إنسان عادي بهدي إنسان أنا بيني وبينه معرفة أبغى أواصل الود بيناتنا أبغى قوي العلاقة هذه فمن هنا أنا بجي بفكر إنه أهدي له أنا بالهدية بالرمز هذا بقول له أتفضل هذه افتكرتك في الموضوع هذا افتكرتك في هذه أنا إيش بقول له بقول له أنا شكراً وهو أنا معجب بيك أنا مرتاح لك فعشان كده بقدم لك الهدية هذه أنا ممكن أتصاحب مع واحد ممكن واحد يتصاحب مع واحد في الجامعة مثلا يقول له إيش رأيك نشرب شاهي كاسة الشاهي هذه اللي بيقدم لي هدية تعارف بيتعرفوا على بعض بالطريقة هذه هنا هي أنت قلت من خلال كلامك أنه أكيد أنه يكون لها تأثير نفسي على نفس الشخص اللي أنت بتعطيه هدية لكن إحنا نبغى نتكلم عن تأثيرها في العلاقات الاقتصادية دكتور يعني أكيد أنه يعني لما يكون شخص غني وأعطى لشخص فقير هدية والعكس كذلك كيف هو بيعطيه الهدية بأي سبب هل هو أنه بيساعده كمساعدة الغني بيعطي الواحد الإنسان المحتاج بيعطي له هدية كمساعدة بس ما يبغى يحسسه هي إنها يعني إيش بيساعده بس بطريقة ملفوفة خلي بالك مغلفة بطريقة مغلفة أنا بساعده بس ما أبغى أحرجه حسيت إنه هو محتاجة هذه خذ هذه أنا ما أحتاجها طيب بدون أي إحراج هو الراجل ما طلب يعني تجلسي مع ناس أحيانا أنا أتذكر كنا جالسين كده في 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 المطار ففي ناس قالوا ايش والله جوعنا وجاء وقت جاء وقت الاكل جعانين طيب ليش ما راح اشترى فقام الراجل اللي معانا ايش راح اشترى لهم اكل وقدم لهم هو هديه شاف ايش احتياجاتهم وقبلوها منه قال له هديه تعارف عربون تعارف تفضل جاء وقت غدا جاب لنا نحن كلنا وجاب للجماعه اللي موجودين معانا هنا حسب الاحتياجات هنا الشطاره في الموضوع صح كيف احس بغيري كمان الغني يس غني عنده إمكانية كيف يحس بغيره كيف يحس باللي أقل منه إنه محتاج بالهدية وأنا قلتها يمكن في البداية أنه دائما لنا في رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أسوة حسنة الرسول كان ما يقبل يعني كانت الصدقة محرمة وكان هو يقبل الهدايا أيا كانت يعني حتى لو كانت تمرة حتى لو كانت وكان هو أصلا يباشر دائما مع زوجاته عندي موظف مثلا عندي موظف أبغى هدية عامل شغل كويس فروح مقدم له مثلا شيخ أقول له هذا للأولاد صحيح دكتور انت هديتك اليوم او هديتنا احنا في البرنامج جايتك معانا لها اليوم كلمه اللي انت توجهها لكل الازواج اللي قاعدين الان يتابعونا وايضا لكل الناس حتى اللي مو شرط يعني يكونوا متزوجين انه الهدايا كيف يبادروا لها زي ما تفضلتي انت تهالي وتحاول خلينا نفكر في الهديه مهما كان صغرها زي ما تفضلتي انت الرسول كان يقبل التمره انا لما زملاء اثنين في الفصل راحت شافت لها مثلا قلم حلو وقلم رصاص واهدته لزميلتها في اول السنه فبتقول لها خذي القلم هذا هديه مني لك ايش بيقول لك احنا بنتعارف الهديه بتوصل بتوطد حافز لنا بتقربنا لبعض اكثر انا ما هروح اهدي انسان ما اعرفه لكن انا هنا باوطد بعلق زي العامله اللي عندك في البيت انت بتقولي لها ايش الهديه بخاتم اي حاجه ممكن تهديها هي بتقولي لها عليها معناها شكرا رمز الهدية رمز فقط لا غير هي أكثرها منها رمز بتعطينا حافز بتقوي العلاقة منها من أبسطها كلمة شكرا ومن أكبرها شوفي إيش إمكانياتك أنت طيب دكتور أنا يعني مدري عندي إحساس أنه اليوم إن شاء الله رح تجي هدية
إن شاء الله. في هدية راح تيجي بعد فقرتك وأكيد كل الشكر لك. تفاؤلوا بالخير تجدون ليش لا. تهدى أيضا تحاب. شكرا لك دكتور زهير خشيم وأنت المستشار في العلاقات الأسرية والاجتماعية. شكرا جزيلا لك ولجيتك اليوم معنا مع الزحمة اللي صايرة في أجواء الشرقية لأنك أنت مرضت لأنك تكون معنا في الاستديو. شكرا لك. يعطيك ألف عافية. وأكيد مشاهدينا الشكر أيضا موصول لزميلتي داليا السناني اللي اليوم هي مخرجتنا في هذه الفقرة وأكيد أتمنى لها التوفيق إن شاء الله في مشوارها الإعلامي. وأكيد أتمنى والشكر أيضا موصول لدار جولي فاشن للأزياء المصممة السعودية نجلاء البلم ولكل طاقم العمل ولمعدة الفقرة أستاذة منيرة المشخص. ودائما الهدية تكون متلقاة وتكون مهدى لكن الهدية لا تهدى ولا تباع. والآن أكيد أنتقل بالصوت والصورة لزميلاتي وفي استوديوهاتنا في الرياض وبرنامج لآلئ وفقرة وش رايكم لزميلي الآن أحمد وأيضا أمل وأقول لهم وش رايكم بكلام الدكتور زهير لها اليوم. والله يا ناهد صراحة كلام جدا قيم معلومات جدا قيمة وأشكر لك أشكر لضيفنا الحضور معنا ولكم جزيل الشكر يعني. شكرا لك ناهد وايضا شكرا للدكتور زهير اللي اتحفنا هذا اليوم. امل انا متاكده انه ان شاء الله بعد البرنامج ايضا راح يكون عندنا هدايا. نتمنى. كل الشكر لك وللدكتور زهير اللي اتحفنا اليوم بهذه المعلومات القيمه جدا عن الهديه وهدايا تراثيه عشان الجنادريه. شكرا لك ناهد. عدنا لكم مشاهدينا الكرام وكل الشكر للدكتور زهير خشيم اللي اتحفنا اليوم بكثير من المعلومات عن الهديه وعن نوعيه الهديه ايضا اختيار الهديه. بسألك يعني يا احمد وش اثر الهديه عندك؟ طبعا اثر الهديه اثر كبير جدا يعني انه شيء. لما يهدي لك شخص هديه معينه يعني دليل ان هذا الشخص متذكرك وانك في باله على طول فهذه تقوي العلاقات فيما بين الاشخاص ايضا.